لكن اما يظلون يفترون لابسين تراكسوداتهم الرصاصيه ويفترون من قصر القصر من دار الدار هذه علامه علامه استفهام كبيره ومن ثم اليوم راحوا لاقليم كردستان محافظه اربيل يطلع يقول احنا ما داعي هم طلبوا من عندنا ان يكونوا ضيوف على على رئيس اقليم كردستان وهذه ايضا طامه كبرى بحق اداره المنتخب آه لا شوف آه زميل طه يعني كان من المفترض أن لا نثير هذا الموضوع ولكن آه أكو دائما آه أكو آه خلل بالكلام وبترجمه يعني أنا أسألك سؤال أنت تعرف اللغة الكردية أخطاء زميل طه أنا دزيت الناس زملاء صحفيين أكاد يترجمون لي الكلام طيب الكلام انا يعني سمعت السيد محافظ اربيل لم يتكلم بكلام اي كلام خطا، السيد محافظ اربيل قال نصا انتم ليش توجهون بعد بعد طبعا هذا الكلام شو قد اجى بعد ما انتشر الفيديو يعني احنا من المفترض يعني ما نثري هيك مواضيع. اجى هذا الكلام صار انتقادات لسيد محافظ اربيل قالوا بملعب البصره تم انزال علم يعني هو فيديو موجود علم اقليم كردستان ما خلو من قبل منظمين منظمين ملعب ميناء تم انزال علم اقليم كردستان فكيف انت تسوي له دعوه منتخب وما احترموا العلم الاقليمي اللي هو مثبت بالدستور فالسيد محافظ قال انتم انا كمحافظه اربيل ما قال اني قال اني كمحافظ محافظه اربيل ما احنا ما وجهنا دعوه الدعوه اجى من جهات عليا على شغله الشغله الثانيه يعني يعني السيد محافظ اربيل اليوم هو بنفسه كان حاضرا بالمطار استقبل لاعب المنتخب وكان معهم عند زيارته من السيد اقليم كردستان وايضا قبل قليل كان سوى حفل عشاء كبير للاعبي المنتخب والوفد المنتخب وانا على مود البرنامج ما رحت الحفل العشاء يعني كان حفل عشاء مبهر ورائع حرمناك من العشاء الاطراف موجود به نعم حرمناك من العشاء <تصفيق> <تصفيق> لا لا فدوه لكم ماكو مشكله، لا انا يعني يهمني يعني كان احضر بهذه حتى انقلكم الاجواء اللي صارت بحفل العشاء وباستقبال، يعني صار استقبال كلش ممتاز للملاعب المنتخب والسيد رئيس اقليم كردستان سيد نيتشيرفان بارزاني هو حضر مباراه افتتاحه السيد محافظ اربيل ايضا كان حاضرا في مباراه افتتاح كاس الخليج وكان استقبل المنتخب في بغداد واستقبله في اربيل وكذلك سوى اول ما انتهت مباراه سوى تهنئه على تويتر خاص تبعه وايضا سيد مسرور بارزاني رئيس حكومه اقليم كردستان نفس الشيء لذلك احنا ما نختلف على يعني الموضوع, م... سنتتك... يعني. الموضوع هذا احنا ما نختلف على الموضوع هذا خوبان حاضر مباراه الافتتاح شفت السيد رئيس الاقليم موجود وشفت هوايه وناس من أربيل ودوك هذا, اي ايه هذا الموضوع ترى كان متجاوزين ايه متجاوزين هذا الموضوع ريبين انا اقول اقول السيد المحافظ طلع قال احنا كمحافظه ما موجهين دعوه انا لو اعضاء الاتحاد احنا نقول على اعضاء الاتحاد السيد رئيس الاقليم كان موجود في بغداد واستقبلكم مع السيد السوداني انا اقول بانه كافي يعني يجب ان نستعد لما هو قادم هذه الطريقه مبالغ بها مبالغ بها تماما بال بال بالجولات اللي اللي جولات المنتخب يعني اللاعبين ما متمرنين من يوم الخميس لليوم